للرسوم بسبب الأزمة الاقتصادية. انتقال يعني العمل. هم الأسباب اللي قاعدين متمسكين بها. طبعاً. بس نقطة انتقال العامل بحرية هاي متفق عليه. البحرنة. متفق يعني كان في المشروع الأصلي ما يعني ما كان كان البحرنة مو موجودة، أدخلنا البحرنة وصار في توافق حتى مع مجلس التنمية الاقتصادية. طبعا هو طرح هذا الموضوع كمثال كيف تعاملت مع تعامل مع مجلس النواب وفي كتلة اقتصادية، وتعامل مع مجلس الشورى وفي كتلة اقتصادية، وكيف تقبله الشارع الاقتصادي أو هو رفض يعني الشارع الاقتصادي، فكيف يمكن أن يكون عليه الحال؟ أنا أتكلم عن مشروع سوق العمل اللي تم الاتفاق عليه في السلطة التشريعية، تم كل هذه التعديلات عليه بالتوافق نعم. مع مجلس التنمية الاقتصادية، الغرفة التجارية الممثلة للأصحاب العمل وكذلك نقابة البحرين. نعم. إذا عود مرة أخرى إلى الموضوع، الخطاب الاقتصادي هو الخطاب المؤثر عموما عند كل النواب، يعني لا أعتقد أن هناك سيكون مرشح يتحدث عن تحسين مستوى المعيشي، عن إصلاح مثلا السكن، عن يعني هذه الأشياء الأساسية ربما التي تزغزغ مشاعر الناخب. هل تعتقد أن الخطاب الاقتصادي القادم مثلا من قبل المرشح الاقتصادي خلال هذه الانتخابات القادمة سيكون بهذا التأثير أيضا؟ الكل يتكلم عن نفس الموضوع، شو اللي بيغير بالرجل الأعمال المرشح وبين المرشح العادي اللي يمثل كتلة من الكتل؟ أنا ذكرت أستاذة أن تعدد مطالب الناخبين بالمستويات اللي أنا ذكرتهم قبل شوية سوف يجعل من الغرفة أمام حيرة حقيقة. هل تستطيع أن تقدم حزمة من القوانين ومقترحات القوانين وتقدمها إلى 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 مجلس النواب في موضوع تحسين الأجور، في موضوع الكل يتكلم فيه؟ نعم. يعني لا أنا قصة الآن لا في فرق العمل. في فرق الآن غرفة التجارة يجب أن تمتلك يعني حسب علمي مستشارين وعندهم خبراء في موضوع الدراسات وما إلى ذلك غير، فأنا أعتقد أنهم يمكن أن يقدموا تصور مهني خلينا نسميه تصور قانوني بالنسبة لكثير من الموضوعات العالقة في بس المجتمع. بس هل تهم الناخب العادي؟ يعني فريج في حارة من الحارات لا في احنا يعني سمعنا في التقرير الاول وفي المقابلات الموجوده كان يقولون كثير من الاخوان اللي اسمه قالوا ان احنا بحاجه الى 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 الى, إلى دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه زين من خلال توجهات بس الغرفه. كم تمثل يعني نسبتها من اجمالي الناخبين يعني داخل في البحرين؟ لا هو بلا شك استاذه يعني انت اذا حسنتي يعني ادخلتي تحسينات في التشريعات فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي اللي هو المؤسسات الصغيره المشاريع المشروعات المتوسطه والصغيره وغير هذه اذا لان هي الان تقريبا الغالبه في المجتمع وتم دعمها وشلنا منها الضرائب او شيء من هالقبيل، انا اعتقد انها بتكون مجال واسع بالنسبه للتوظيف، بالنسبه لحركه العمال نفسها، تحسين الاجور وما الى ذلك. نعم نعم. يعني المواطن شو يريد بالاساس؟ تحسين مستوى يريد تحسين مستوى دخله بس، خلق فرص عمل نعم يعني وتحسين الخدمات نعم يعني هاي الكل اللي طالب فيه وهذا ينادي فيه رجل الاعمال رجل الاعمال والمرشح العادي والمرشح العادي في نعم نفس الوقت صحيح بس يعني ما يعني يعني القطاع الاقتصادي مهتم لهذه المواضيع اكثر من 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 اي اكثر من اي مرشح عادي يكون عنده يعني اجنده ثانيه. استاذ عبد الرحمن اذا نظرنا مثلا الى توزيع الدوائر الحاليه الموجوده، هناك كما يعني يفضل البعض ان يسميها في دوائر مغلقه وفي دوائر مفتوحه اللي ممكن من خلالها المستقلين يجدون انفسهم بالفعل في هناك امكانيه او في هناك يعني امكانيه في النجاح في هذه الدائره. في اعتقادك اي من هذه الدوائر اللي يجب على المرشح الاقتصادي رجل الاعمال بالفعل او حتى المدعوم من قبل غرفه التجاره وصناعه البحرين ممكن ان ينفذ من خلال هذه الدوائر؟ واحنا وجدنا ان كثير من المستقلين يعني اللي مو ذات ميول اقتصاديه ذو ميول اقتصاديه لم ينجحوا مثلا في النفاذ من هذه الدوائر. انا ما اريد احدد دائره معينه انه ممكن ينفذ فيها مواصفاتها يعني ولازم دائره بهذا يعني الرقم طبعا هي اكثر شيء اللي بيكون فيها عايشين فيها تجار واقتصاديين وممثلين القطاع الخاص بس بشكل عام أي ناخب يجب أن ينفذ من خلال أي دائرة إن كانت مغلقة أو دائرة مفتوحة. إذن هو ليش ما نوجه خطابنا للناخب؟ يعني قبل أن نوجه خطابنا للمرشح حتى يعي الناخب بالفعل من يرشح وكيف يمكن أن يرشح إذا هذا الشخص يعني مدعوم من النائب يريد الشخص المتواصل معاه، النائب الذي يريد النائب الذي يتحسس مشاكله،
الناخب يريد الشخص الذي يتوجه إليه في خطاباته وفي نفس الوقت يحل مشاكل كله. يعني هذا النائب ما يريده في هذه هو رساله ربما رساله للناخب البحريني، يعني الناخب البحريني قبل ان يطبع صوته بالفعل داخل صندوق الاقتراع، ان هل انت يعني من ضمن اولوياتك الاولويات السياسيه حتى تنتخب هذا الشخص او لا، ام من ضمن اولوياتك كناخب؟ نعم كناخب. انا اعتقد ان الوضع الاقتصادي مهم جدا، تطغي على مشاعر الناخب نفسه. نعم. تحسين الوضع، تحسين المستوى المعيشي، جد توفير وظائف، توفير نعم نعم توفير فرص، هذه الامور كلها، تحسين التشريعات، الحريه، الانفتاح، الابتكار، يعني هذه الامور كلها تاخذ مجال. بس في موضوع الدوائر المغلقه، انا اعتقد لا يمكن للغرفه ان تدخل هذه الدوائر المغلقه، لان هي يعني وجدنا حاليا رجال اعمال قاعدين يرشحون انفسهم في بعض الدوائر اللي تعتبر دوائر مغلقه، يعني لحد ما يعني في بعض الدوائر يعني اعلنوا يعني على الاقل. أنا بالعكس أنا ما أتصور إنه في دائرة مغلقة ودائرة مفتوحة. إيه هي يعني بشكل عام يعني قد تكون فيها بعض المجازفات، يعني أنا في ظني يعني في بعض الدوائر محسوبة على كتل سياسية معينة، وبالتالي لا يمكن المخاطرة محسوبة لأبد الأبدين يعني. لا لا ما عليه، أنت إلى أن تتغير المعادلة السياسية. يعني هي تغيرت الفصل التشريعي الثاني يعني تغيرت. يعني أنا إذا كنت أنا أمثل في دائرة معينة ولم أستطع أن أحقق آمال وتطلعات الناخبين في دائرتي، انا بينتخبوني مره ثانيه مستحيل. انا استاذ عبد الرحمن، هذا ما نتمنى على الناخب ان يكون واعي، يعني ان يعي هذه. انا اعتقد ان الاعلام يلعب دور كبير جدا، يعني يمارس دوره. لا مو انتم، لا لا الان انا قصدي الغرفه يجب ان تلعب دورا اعلاميا كبيرا حتى توصل الرساله اللي هي انت بتوصل، الاجندات اللي عندها، المواضيع اللي تريد تقولها. الدعم المعنوي قصدك؟ الدعم المعنوي ربما هذا جانب، ربما هذا الجانب اللي كان يتكلم عنه. هو انا كنت متمنيه كما ذكرت يعني وكررت اكثر من مره خلال هذا اللقاء ان تكون غرفة ممثلة حتى يعني. نعم. هو سؤال جدا بسيط. نعم. يعني ما هو المقصود بالدعم المعنوي؟ ربما هذه يعني انا قصدي من الجانب الاعلامي اللي هو دعم المرشحين بالكتيبات وغيره وتوصيل الرساله. اي ما دعم معنوي، هو الدعم المادي. هذا يعني دعم مادي، يعني دعم لوجستي، يعني ادفع بعدين ندفع لك، يمكن عقب يمكن يعني يفوز بعدين بدفع لك بعوضك. يعني للاسف يعني انا اتمنى الغرفه يعني يمكن دكتور عصام فخر يكون يعني قادر على الاقل ويرد علينا يمكن على هذه الجزئيه. لكن اعود مره اخرى، يعني ربما يعني في قراءة بسيطة للفصل التشريعي الأول، فصل التشريعي الثاني، مع اختلاف ربما المشاركات من قبل المرشحين، يعني دخول كتل كانت مو موجودة في الفصل التشريعي الأول ودخلت في الفصل التشريعي الثاني، كانت هناك بعض التحليلات والتفسيرات بأن هذه الكتل لديها أجندات، يعني بغض النظر عن هذه الأجندات متفقين مختلفين معها ليست محل النقاش. الكتلة الاقتصادية اللي دخلت الفصل التشريعي الاول، في الفصل التشريعي القادم ان شاء الله اذا فعلا نجح، اذا دخلت ان شاء الله، يعني هذا ما نتمناه بالفعل ان تدخل يعني الكتله الاقتصاديه من خلال الفصل التشريعي الثاني، تحت اي اجنده ستتمترس هذه الكتله الاقتصاديه؟ أجندة من أي نوع؟ أي أجندة، لن تكون لها أجندة خاصة، لن تكون لديها ملفات معينة مرجعية. يعني أو حتى المرجعية، يعني ربما هذه المرجعية هو السؤال الأساسي. حتى المرجعية كيف ستكون هي مرجعية هذه الكتلة الاقتصادية؟ مرجعية الاقتصاد والهذه والمصالح المواطنين بشكل عام، هاي المفروض توجه إليه. نعم، لكن هل ستستطيع هذه الكتلة بالفعل أن يعني تفصل بين؟ يعني لازم يكون لها مرجعية يا دينية يا لا مو لازم دينية يا غير دينية أو يعني قد تكون مرجعيتها الغرفة زين، يعني قد تكون الغرفة هي مرجعيتها الأساسية باعتبار الغرفة هي المظلة العامة، يعني الغرفة هي المظلة العامة لجميع القطاع الخاصة، وهاي نتكلم عنها. نعم. هاي الغرفة ما يعني مو حزب سياسي او عقائدي لا لا، يعني المرجعيه قد تكون مرجعيه اقتصاديه استاذ عبد الرحمن، يعني بعيد عن المرجعيه الدينيه والمرجعيه السياسيه. انا المرجعيه مرجعتي النائب او الناخب نفسه، الناخب نفسه في نعم. في دائرتي. نعم. او في البحرين ككل، يعني عندما يصير نائب ما راح يصير مثل لدائره هو معينه. نعم. يصير نائب لجميع البحرينيين. نعم. فيكون هذه المرجعيه الاساسيه، ارجع اسيت طبعا المواطن البحريني. أنا أعتقد أنه الإطار التشريعي القانوني الموجود في الدولة، الرجوع إلى هذه القوانين والأشياء الموجودة، بالإضافة لذلك مثل ما تفضلتي المرجعية أيضا ما كتب في أو ما موجود لدى غرفة التجارة والصناعة من كم هائل من
مقترحات تصحيح الاوضاع الاقتصاديه وشغله من القبيل وغيره. نعم. انا اعتقد انه العلاقه اي نعم العلاقه بين الاثنين يعني. اذا كخطه بديله استاذ يوسف، يعني احنا نتحدث حاليا ربما عن غرفه التجاره ودعم غرفه التجاره، سواء كان هذا الدعم مادي او معنوي، لكن ما هي الخطط البديله في حال بالفعل ما لم يستطع اي من المرشحين